اهلا بيكم معايا في مطبخ تورنيدو في حاجه زياده. النهارده ان شاء الله هنعمل رز بالبقدونس والمشروم، هيبقى رز اخضر وهنستخدم فيه الرز البايت او اللي لسه معمول. هنقدر ازاي نعمله لرز لونه اخضر وفي شويه حاجات كده زي المشروم. وتاني حاجه هيبقى سلطه المشروم، هتبقى سلطه فيها بروتينات عاليه كلها نباتيه لكن بروتينات. وتالت حاجه هيبقى تورته على البارد سريعه لوقت الزنقات. طيب زي ما انتم شايفين الوصفات هتبقى النهارده حلوه قوي للناس اللي هم فيجيتيريان او مقللين من اللحوم، مش عايزين ياكلوا لحمه كل يوم، يقدروا يستبدلوا الوجبات اللحمه بحاجات حلوه جدا زي المشروم والفول الاحمر وطبعا اللوز برضو من الحاجات الحلوه جدا. هقول لكم بقى المقادير دلوقتي. مبدئيا للرز بالبقدونس والمشروم معايا 3 كوبايات رز ابيض مصري عادي مسلوق، وينفع يتعمل بالبسمتي برضو. معايا معلقه زيت عباد الشمس او زيت ذره، معلقه صغيره زبده، بصله مفرومه ويفضل البصل الاخضر، لو ما فيش يبقى عندنا بصل مفروم عادي، كوبايتين مشروم طازه، 2 كوب بقدونس مضروب هنضربه دلوقتي في الخلاط او في الكبه، معانا ملح وفلفل ومعلقه صغيره بودره بصل عشان نكهه زياده. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجه ننزل البصله، كل حاجه معانا مستويه، هي يدوبك هندي تشويحه للبصله والمشروم برضو تشويحه سريعه. يبقى معلقه واحده من الزيت هنحط عليها البصله، بتدي زيادة طعم ونكهة. وهيبقى فيه معايا برضو مرقة علشان ايه نطري بيها الوصفة. طيب نجيب بقى البقدونس نضربه هنا في الكبة، هنجيب حبة حلوين كده عشان احنا عايزين نديله اللون الاخضر الحلو. نشوف كده، ناخد تقريبا نص الكمية دي، تقريبا حزمة نحطهم، وهنحط معاهم كمان مرقة بس نضربهم ضربة الأول. نحط بقى المرقة ونشوف هنزود، هنحتاج نزود ولا لأ من البقدونس، هنحتاج نزود من البقدونس ولا لأ. اهو حلو جدا زي ما انتم شايفين، احنا عايزين نفرمه ناعم قوي عشان يدينا اللون الاخضر الحلو اهو. وممكن ازود شويه بقدونس كمان. انتوا بتحطوا الكميه اللي انتوا محتاجينها عشان تلونوا بيها الرز، بيدي لون اخضر حلو قوي، كل ما تكتروا كل ما هيدي اللون الاخضر الزياده ده. خلاص حلو قوي كده، تحول معايا الميه تقريبا، ده كده جاهز معايا. هنزل بقى دلوقتي الزبده والمشروم مع البصل. الزبده على حسب انتوا عايزين، انا شايفه دي كبيره، انا مش بحب ازود الزبده قوي بصراحه، نرجعها دي مكعب واحد، على قد معلقه واحده يكفي دي عشان تدينا تكه طعم مع البصل حلوه قوي. عامل دايت او عنده كوليسترول ما يحطهاش. نحط بقى المشروم، المشروم من الحاجات اللي مش بتحتاج سوا كتير، بيتاكل حتى ني، وده هناكله دلوقتي في السلطه ني، بس اضافه يعني اضافه حاجه حلوه قوي للطبق، اضافه بروتين نباتي سعراته قليله جدا، قيمه غذائيه زياده معانا. ونبتدي بقى ننزل الرز ومعانا كمان بودره البصل اللي هتدينا برضو تكه زياده حتى مع البصل الني. اهو وهننزل على طول البقدونس اللي احنا لسه ضاربينه، شايفين على طول لون ازاي معايا؟
هي مفيش تقليبة، يسخن معايا خلاص كده الطبق جاهز. نسيبه بقى كده شوية صغيرين علشان ايه ياخد الطعم كله. نبتدي بقى نجهز هنا السلطة. للسلطة انا معايا بيكم في مطبخ تورنيدو في حاجة زيادة. احنا دلوقتي عايزة افكركم عملنا ايه قبل الفاصل. عملنا قبل الفاصل الرز اللي هو بالبقدونس والمشروم وقدمته خلاص في الطبق، هو مفيش تقليبة واحدة ياخد اللون ياخد الطعم يسخن نقدم.